استكمالا لما اتفق عليه في شهر تموز يوليو الماضي، وفد سعودي حكومي رفيع المستوى يصل العاصمة بغداد ويبدأ أولى اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي. وزراء الجانبين وعلى طاولة الحوار ناقشوا الكثير من مذكرات التفاهم المبرمة سابقا، وفعلوا بعض الاتفاقيات، منها افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يربط شمال المملكة مع العراق، فضلا عن إنشاء سوق حرة في المنطقة الحدودية الرابطة ما بين البلدين. تم التباحث في عدد من الأمور التي تهم البلدين، وتم الاتفاق على تفعيل اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات النقل المختلفة، وأيضا تم التفاهم على إتمام الاستعدادات والجاهزية لافتتاح منفذ جديدة عرعر والعديد من الأمور التي تهم البلدين وتعزز التعاون بينهما. ناقشنا السوق المنطقة الحرة اللي تنشأ على سواء كانت في المناطق الحدودية وكيفية عمله. هناك سوينا لجنة بهذا الصدد. أيضا ناقشنا الموضوع البري الاتفاقية البرية اللي هي موقعة إن شاء الله، ودنا نعمل بها بالنسبة للاتفاقية، ثم بعد من مذكرة التفاهم، ثم بعد ذلك ننتظر توقيع الاتفاقية بين البلدين. وبعد توقيع مذكرات تفاهم مالي وصناعي وخدمي، أكد المجلس التنسيقي العراقي أن الجانب السعودي تقدم بمبادرة بناء أكثر من 20 مدرسة في مختلف محافظات العراق، إلى جانب مدرسة ذكية بمواصفات ذات جودة عالية وعالمية. هنالك مبادرة كبيرة جدا من خلال بناء 21 مدرسة من قبل الجانب السعودي لكل محافظات العراقية، وأيضا راح تكون هنالك مدرسة ذكية تتصل بكل المواصفات العالمية فيما يخص التعليم الإلكتروني وتجهيزها بكل الصبورات الذكية وما آل ذلك من المدرسة الذكية. رغبة الجانبين في استثمار كل الفرص الممكن استثمارها في العراق بدت واضحة من خلال حجم الاتفاقيات، حيث بادر الجانب العراقي وفي أولى خطوات تفعيل هذا اللقاء منح الشركات السعودية إجازات استثمار في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي. صناعيا وتجاريا وماليا وزراعيا، العديد من الاتفاقيات والمعاهدات أبرمت ما بين الجانبين العراقي والسعودي، مفادها الاستثمار في أرض العراق. لبرنامج حديث بغداد، مصطفى كرم.